بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام فيما يستفاد من قوله تعالى: قل صدق الله، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وانتهى بنا القول إلى أن من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام معاداة المشركين، سواء كانوا من الكتابيين من اليهود والنصارى أو من غير اليهود والنصارى، فإن المشرك والكافر عدو لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في اليهود والنصارى خاصة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. واليهود والنصارى كفار ومشركون لما غيروا وبدلوا وعبدوا أنبياءهم وصالحيهم وبنوا على قبورهم المساجد، صاروا بذلك مشركين. وكذلك لما كفر اليهود بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام، وكفر النصارى بمحمد، صاروا كفارا، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على كل أهل الأرض اتباعه من يهود ونصارى وغيرهم من أهل الأرض. فمن زعم أنه بقي على دين نبي من الأنبياء فإنه كافر بالله عز وجل، لأنه لم يبقى على دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وما عداه من الأديان فإنه إما محرف ومغير، وإما منسوخ بدين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يبقى على المنسوخ ويترك الناسخ يكون كافرا بالله عز وجل، وليس متبعا لأمر الله عز وجل، لأن الله يأمر باتباع الناسخ وينهى عن اتباع الدين المنسوخ، لأن الدين المنسوخ لم يعد دينا لله عز وجل. أبذلك كفر اليهود والنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بأنبيائهم. ومن هنا نعلم أن هذه الدعاية الباطلة التي يروج لها الآن، وهي التقارب بين الأديان الثلاثة والمحاورة بين الأديان الثلاثة، أن هذا عمل باطل، لأن معناه المساواة بين هذه الأديان الثلاثة، ولا مساواة بينها، فليس هناك دين حق إلا دين الإسلام، وما عداه فإنه باطل، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق إلا دينه عليه الصلاة والسلام. وما عداه من الأديان فإنه إما محرف وباطل ومغير، وإما منسوخ يجب الانتقال منه إلى الدين الناسخ، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة إنما مبدأها من اليهود والنصارى، وراجت على بعض ضعاف الإيمان أو من الجهال من المسلمين، فصاروا ينادون بها، ويراد بها القضاء على الدين الحق وهو دين الإسلام، وأن يجعل دين الإسلام كدين اليهود والنصارى الذين كفرهم الله ولعنهم على ألسن أنبيائهم. فيجب التنبه
لهذه الدعاية الباطلة. ويؤخذ من الآية تكذيب اليهود والنصارى والمشركين انتسابهم إلى دين إبراهيم وهم يخالفونه ويعبدون غير الله عز وجل ويقولون نحن على دين إبراهيم، فإن دين إبراهيم هو إخلاص العبادة لله عز وجل والإيمان بالله عز وجل، وليس في دين إبراهيم شرك ولا كفر كما ينسبه هؤلاء إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قال في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأخبر أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم العباد، فاتخذوهم أربابا من دون الله. يبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتطيعونهم ويحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فهذا معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي اتخذوهم مشرعين يحللون ويحرمون ويغيرون دين الله عز وجل، فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين بهذا أن اليهود والنصارى قد غيروا وبدلوا وأشركوا، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أبوا أن يستجيبوا لدعوته، فتبين بهذا أن الأنبياء كلهم براء منهم، ولا سيما إبراهيم الذي ينتسبون إليه ويزعمون أنهم على دينه. فهذه الآية قاطعة لكل ما يتعلق به اليهود والنصارى من ادعائهم صحة ما هم عليه وأنهم هم الذين على الحق. نسأل الله العفو والعافية وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.